السلام عليكم، يعطيكم العافية طالباتنا الصف العاشر. يا صف عاشر، وصلنا اليوم للدرس الأول بالوحدة الثانية اللي بيتحدث عن الأمن السياسي. الوحدة هاي رح نتحدث عن الأمن السياسي، أمن اجتماعي وأمن اقتصادي. الدرس الأول بيتحدث عن الأمن السياسي، رح نتعرف شو هو مفهومه، شو إيجابياته، وأهم ما يتحدث عنه. أول إشي يا مس، رح نتعرف إنه الأمن الوطني بشكل عام وبمفهوم الشامل يتعامل على الجانب العسكري الذي يرتكز على الدفاع المسلح عن الوطن وحمايته فحسب. ما بيقتصر الأمن الوطني بمفهوم الشامل على الجانب العسكري الذي يرتكز على الدفاع المسلح عن الوطن وحمايته فحسب، بل بيشمل أنه يحافظ على التماسك الاجتماعي، 1-2 يعزز الوحدة الوطنية، 3 تحقيق المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات، بالإضافة كمان أنه بيشتمل لأبعاد الحياة جميعها، مما يؤكد الحاجة الماسة لتحقيق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي. إذا يمس نرجع نعيد السؤال، الأمن الوطني لا يقتصر بمفهومه الشامل على الجانب العسكري فقط، بل بيرتكز أنه 1 التماسك الاجتماعي يحافظ عليه، يعزز الوحدة الوطنية، يعمل مشاركة مجتمعية، وإضافة إلى اشتماله لأبعاد الحياة جميعها وتحقيقه للأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الثقافي والبيئي. نتعرف يا مس أولا على مفهوم الأمن السياسي. يعد الأمن السياسي من أهم الدعائم لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية اللي بتهدد الدولة. إذن هو أهم الدعائم حتى يواجه الأخطار داخلي وخارجي اللي بتهدد الدولة، وبيعني الاستقرار التنظيمي للدولة وتنمية المشاركة المواطنين وإنعدام الشعور بالعزلة السياسية. إذن يا مس، أول إشي رح أعرف مفهوم الأمن السياسي أني أواجه الأخطار إن كانت داخلية وخارجية بتهدد الدولة، من حيث إيش؟ أني أعمل استقرار تنظيمي للدولة وأنمي مشاركة المواطنين السياسية وإنعدام الشعور بالعزلة السياسية. نتعرف بعد ذلك يا عاشر لمقومات الأمن السياسي. نعرف إنه بيرتبط الأمن السياسي باستقلال الإرادة السياسية، هي 1. بماذا يرتبط الأمن السياسي؟ 1. باستقلال الإرادة السياسية، 2. ترسيخ النهج الديمقراطي، 3. منح الحريات، 4. تماسك الوحدة الوطنية. ولتحقيق الأمن السياسي يجب أن تتوافق عنا مقومات عديدة. إذن أول إشي بيجي لك سؤال، بماذا يرتبط الأمن السياسي؟ رح يكون يرتبط بأربع أشياء: استقلال الإرادة السياسية، ترسيخ النهج الديمقراطي، منح الحريات، تماسك الوحدة الوطنية. أهم مقومات الأمن السياسي عندنا أول إشي رح نتحدث عنه اللي هي المشاركة السياسية، تعتبر أهم إشي في مقوم الأمن السياسي. شو يعني المشاركة السياسية؟ يعني من اسمها إنه الإنسان في له حق لازم يشارك في رأيه في السياسة، يعني حق المواطن في مشاركة في عملية صنع القرار وقدرته على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات، سواء كان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. بصورة مباشرة عن طريق الممثلين اللي هم النواب اللي بياخذوا رأي المواطن وبيعرضوا على الوزراء والرجال المسؤولين. إذا يمس، حق المواطن في المشاركة في عملية صنع القرار وقدرته على التعبير العلني وإنه يأثر في القرارات سواء كانت بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لا يمكن تحقيق الأمن السياسي لدولة من غير مشاركة المواطنين الإيجابية والهادفة بمختلف انتماءاتهم، لأن إذا ما حققت المشاركة المواطنين ما رح أحقق أمن سياسي في الدولة. ننتقل يا مس لفوائد المشاركة السياسية. عندنا 1. إسهام الشعب في رسم سياسات عامة وصنع قرارات، 2. توفير الحكومة لفرص تعرف رأي الشعب ورغباته واتجاهاته، 3. حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع، دال اللي هي 4. تعزيز الوحدة الوطنية. هذول أهم الفوائد اللي أنا ممكن أتناولهم من خلال المشاركة السياسية للمواطنين في المجتمع. 2. من أحد مقومات الأمن
السياسي اللي هو عندنا التعددية السياسية. شو يعني تعريف التعددية السياسية؟ مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير في القرار السياسي في مجتمعاتها، تكون ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات. هذا هو تعريف التعددية السياسية، أن يكون في عندي قوى وآراء سياسية متعددة تتعايش مع بعض، بتعبر عن نفسها وعن آرائها وبتشارك في القرار السياسي أيا كان ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات. حماية حقوق الإنسان، ما معنى أو شو المقصود بحماية حقوق الإنسان؟ هي مجموعة من الإجراءات تتخذها جهات مختصة ومعينة في البلد على صعيد الدولي والإقليمي وعلى صعيد وطني، حتى تبين لنا مدى التزام هذا البلد بحقوق الإنسان والكشف عن أي انتهاكات مرتقبة في حق الإنسان أو في حقوق الإنسان. هذول إذا التزمنا فيهم الثلاثة يا مس، أنا بحقق أمن سياسي. الأمن الوطني السياسي في الأردن، طبعاً في هناك عوامل عديدة في الاستقرار السياسي في الدولة الأردنية، من أهم هاي العوامل اللي بتخلي الاستقرار السياسي يتعزز في الأردن ويلتف حوالين الشعب، يلتف حوالين القيادة الهاشمية. عنا إنه القيادة الهاشمية ورؤيتها الإصلاحية، اثنين ازدياد درجة الوعي السياسي لدى المواطن الأردني، حالة الانسجام الاجتماعي بين المجتمع الوطني الأردني والأمن والاستقرار اللي توفر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. هاي كلها عوامل بتساعد على تعزيز الاستقرار السياسي في الأردن والتفافه حول القيادة الهاشمية. يتضح دور المواطن الأردني في الحفاظ على الأمن السياسي عن طريق أربع أمور. أول أمر إنه يشارك المشاركة الإيجابية في أنشطة المجتمع كافة والدفاع عن مصالح الوطن. اثنين الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن. ثلاثة الحفاظ على الإنجازات والمرافق العامة. أربعة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار اللي يتمتع فيها الأردن. هذول يمز أربع أشياء يجب إنه يتمتع فيهم الأردن ويقدم دوره عشان يحافظ على الأمن السياسي في بلده. إنه يشارك بإيجابية، يشعر في الفخر واعتزاز والانتماء لوطنه، يحافظ على الإنجازات والمرافق العامة، وآخر إشي يحافظ على حالة الأمن والاستقرار لبلده. هيك بكون يا مس انتهى درسنا لليوم. واجب علينا حل أسئلة الدرس، ويعطيكم العافية.